سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل موفر البيانات على هاتفكم سامسونج. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سنقوم بالضغط هنا الاتصالات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على استخدام البيانات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على موفر البيانات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إلغاء تشغيل موفر البيانات. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.